السلام عليكم ورحمة الله دائما مع أمور والجديد منحة البطالة وهذا ملف التحويل من ملحقة إلى ملحقة أخرى مثلا من أنام إلى أنام لسبب أو لآخر كاين أسباب الزواج كي لبدل الإقامة يعني سكنوا في منطقة أخرى سواء ولاية أو بلدية فيها أنام أخرى ملف التحويل من ملحقة إلى ملحقة أخرى طلب خطي مع ذكر أسباب التحويل كما تحدثنا شهادة ميلاد المعني شهادة ميلاد المعني بتقرب العائلي الزوجة الزوج إلى آخره بطاقة إقامة المعني بطاقة إقامة المعني بتقرب العائلي يعني الزوج أو الزوجة إلى آخره نسخة من بطاقة التعريف الوطنية نسخة من بطاقة تسجيل المعني هذا الملف الخاص بتحويل من ملحقة الى اخرى كما قلنا الاسباب تقدر تكون اسباب زواج يعني امراه زوجته كانت تستفيد من المنحه في انام حابة تبدل إلى أنام أخرى أو شخص يعني بدل الإقامة نهائيا من ولاية إلى ولاية أو من بلدية إلى بلدية إلى آخره هذا هو الملف المطلوب